أسعد الله مساكم أعزائي المشاهدين وين ما كنتوا، ويا هلا ومسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج البوشية. أغانينا الشعبية تختلف عن باقي الأغاني العربية لأن إيقاعها مميز، وأول ما تسمع بدايتها تعرف أنها كويتية الأصل، وهذا يدل على حرص الملحن الكويتي على إبراز الهوية الكويتية من خلال تقديمه لأي لحن، وأيضا نفس الشيء للشاعر اللي يعكس ثقافة مجتمعنا الكويتي من خلال الشعر أو الكلمة البسيطة. اليوم حلقتنا شبابية ومعانا فنانين شباب تغنوا وحبوا الأغاني الشعبية. بداية أشكر وزارة الإعلام على دعمهم من خلال هذا الفن الجميل وأيضا دعمهم للشباب. خلونا فاصل ونرجع وياكم ويا ضيفنا العزيز. وهذه الساعة المباركة الفنان الغالي عبد الله خير الله. يا بعد راسي ساعة جبرك ومساكم الله بالخير، ومشكورين على الاستضافة الحلوة. إن شاء الله يا رب نكون خفيفين عليكم إن شاء الله يا رب. أكيد خفيف علينا وإن شاء الله راح تقدم لنا من هالفنون الشعبية الجميلة بإذن الله. مساك الله بالخير ناخذه. يا هلا مرحبا وياك النهام. خير. هلا مرحبا اختي منى، مسي عليك وعلى مشاهدينا، وان شاء الله يستمتعون معنا مع اخونا الفنان عبد الله. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. نورنا اليوم. نور نور. ان شاء الله تمتعنا. ومشكورين على الاستضافه. تستاهل. وانا كل يعني شرف اني اكون معاكم. مكانك هذا بيتك. طول لنا بعمركم. مكانك وبين اخوانك. اي والله. والشباب الموسيقيين مساكم الله بالخير. أول شيء اللي أعرفه عنك أنك من أسرة فنية، وعمامك أيضا من أهل الفن الشعبي وهم أصحاب فرقة القصر الأحمر للفنون الشعبية. صح. كلمنا شلون تعلمت الفنون وشلون حبيت الفنون؟ والله طبعا يعني أنا من صغري أحب الفن، يعني أنا يمكن الناس ما يدرون أن أنا أول ما يعني انولدت هديتي طار. الله. يعني هذا الطار مال يعني يدي. حتى عيد ميلادك نجيب لك هيك طار. اي طار. فهذا الطار مال يدي. فيعني تعلمت الفنون من ابوي الله يرحمه ومن عمامي كلهم. نعم. وطبعا اكتسبت خبره منهم ومن يعني كل الفرق الشعبيه، يعني الاساتذه كلهم بلا استثناء. طبعا الفن الشعبي بحر وما زلنا نتعلم، وانا لها اليوم اتعلم لان الفن ما له حدود. ممكن أتعلم من أصغر شخص، من أكبر شخص، أتعلم من كل والجميع. وطبعا وجودي معاكم هذا بحد ذاته أتعلم. بالعكس وزارة الإعلام أو تلفزيون الكويت حريصين على هذه يعني المواهب الجميلة. سلام. غير أنه حريصين أنهم يحافظون أيضا على الموروث الشعبي لدولة الكويت. وبالعكس أنا وايد سعيدة بوجودك. سلمت. وتحياتي لعمك مد الله. طولنا بعمرك عساك على القوة يوصل. يعني من الناس اللي أنا تعاملت وياهم وشفتهم فرقة التلفزيون. عدل. وطبعا فرقة التلفزيون فرقة جميلة وعريقة وبحر صراحة. عدل. عدل. بفنونهم اللي هم قدموهم الأمانة. والله يعني أنا يعني بزيدك من الشعر بيت. طبعا عمي مد الله الله يحفظه كان هو بالسابق رئيس فرقة التلفزيون. نعم. وأنا الحين عضو فرقة التلفزيون. يا سلام. فيعني على قولتهم مو اللي يقولون ابن الوز عوام، وهو في مكانه ابوي طبعا. بالعكس. فانا الحين يعني مكانه ان شاء الله مكانك وبيتك، واكيد ايضا وزاره الاعلام محافظين على هذه الفرقه الجميله ان شاء الله خير. وايضا قاعدين نشوف مشاركاتكم حتى كانت في اكسبو دبي. عدل عدل. يعني صح. في بدايه افتتاح الاكسبو، وايضا كان ايضا لهم دعم بالنسبه للفرقه الشعبيه. صح. يعني بين فتره وفتره يكون في دور الفرقه الفلانيه، الفرقه الفلانيه كل واحد اخذ حقه. عدل. وان شاء الله يا ربي دائما رافعين اسم الكويت. أمين. العالي بهالفنون الجميله. ويلا نبي نسمع منك شيء حلو. يلا نسمع. ايش راح تسمعنا الاول؟ نسمعكم سامري. نعم. يلا يا الوالي. يلا يا الوالي. يلا يلا يا الوالي. يا الله يا الوالي عد الممالي، وانت ارحم الحال، وانت اللي تروق بها. يا الله يا الوالي عد الممالي، وانت ارحم الحال،
يسلمون. يعطيك العافية. الله يعافيك على هالأغنية الحلوة. طول لنا بعمرك عساك على القوة. شنو أكثر الفنون اللي تنطلب منك والأغاني اللي دائما ترددها بالأعراس؟ والله يعني السامريات، العاشوري، القادري، وطبعا يعني قاعدين نلاحظ تبارك الرحمن وايد من الشباب يعني هم قاعد يتجهون حق الفنون الشعبية. نعم. لأن يعني هي أصالتنا الفنون الشعبية. ف بالعكس يعني الفنون السامري والعرضة مطلوبة جدا. شوف أنا اللي أقصده أن يعني بداية مشاوير مثل مشوار الشباب عدل الأغاني الشعبية بعدين الأغاني الشبابية. صح ما تلاحظ هذا الشيء؟ هي موجودة بس الأغاني على قولتهم الأغاني الشبابية تشكليتها يعني يعني شيء خفيف، بس الفنون الشعبية ثقيلة يعني يعتبر نفس المجبوس فثقيل الواحد كذا مجبوس. حلو الوصف عجبني الموضوع. الأغاني لا توني متعشي. بالعكس وصف سهل وسريع يعني. أي فيعني الفنون الشعبية مو الكل يقدر يجيدها، الأغاني الشبابية الكل يقدر يجيدها. أكيد طبعاً. طبعاً. شو راح تسمعنا؟ نسمعكم فن عاشوري. نعم. بردة يجي نص نص. يلا بردة يجي نص نص. بالحنة والمداس
قواك الله يعطيك العافية. طول لنا بعمرك، صوت على قوة. أنت كنت عضو في فرقة التلفزيون وشاركت معاهم، ودي أعرف شنو اللي تعلمت منهم؟ والله أول شغلة تعلمت منهم الزفون، أنا ما كنت أعرف أزفن. الله. أي، فأنا تعلمت يعني الزفون فرقة التلفزيون، واللي علمني مبارك الشطي. الله. أي والله أبو فهد. عيش. أي والله أبو فهد هو اللي علمني. هذا هو موجود. يا زينك. أي والله هذه شهادة أعتز فيها. أي والله. ووايد تعلمت فنون، يعني فنون بحرية. يعني كلنا قاعد نتساعد مع بعض ونتعلم، يعني هذا الشيء مكسب. طيب لما كنت تشوف أو ما أدري لحقت أكيد على ما بقول جيل القديم، يعني اللي موجود منهم الكبار العمر، عدل يعني عدل، يعني تحرص إنك تقعد معاهم طبعًا تسمع الكلمة منهم. طبعا، وما زلت للحين يعني معنا الله يعطيهم الصحة والعافية يعني بالفرقة أعضاء يعني كبار بالعمر والكبير الله سبحانه وتعالى، فيعني تعلمت منهم وازلت أتعلم منهم الفنون نعم الشعبية. وساعات يعني أنا أحب إن أدون شغلات يعني الفنون يعني القديمة اللي ما انقالت وما انشالت، أحب إني أخذها. شنو من المهرجانات اللي شاركت فيها خارج دولة الكويت و يعني وحبيت هذه التجربة، يعني كلمنا عن بعض المشاركات؟ والله طبعا ردت فعل الناس أيضا. المهرجانات اللي مع الفرقة ولا مع الفرقة أو يعني المهرجانات اللي مع الفرقة؟ طبعا يعني أفضل مهرجان شاركنا فيه اللي هو إكسبو دبي. طبعا ما نقدر نتكلم عن إخواننا الإمارات لأن حفاوة أكيد يعني الاستضافة، ولا حسينا أن احنا يعني غرب احنا بديرتنا. طبعا مشاركتنا كانت على مدار يمكن أسبوع، فكل يوم كنا نقدم فنون شعبية. نعم. فالتواصل مع الجمهور هذا يعني يعطينا شيء حافز وايد كبير. يعني أنا أتذكر يعني قبل يعني رحلتكم لإكسبو كانت في عندكم بروفات مكثفة، يعني بحدود يمكن شهر قبل شهرين بعد شهرين، وكان في دائما اجتماع وفي في في أمور تفاصيل كثيرة. وإحنا بهال يعني البروفات هذه يعني تتخلل على قولتهم إن الحركة الفنون اللي تنشال وقت الفن هذا متى ينشال، يعني في ناس يطلبون فنون إحنا أصلاً يعني ممكن مو محضرينها مثلاً. يعني مثلاً فن الدزة اللي هو أغنية مفتون. مفتون. مرات إحنا نكون شايلينها يعني نشيلها أكيد. مثلاً بالعرض. مفتون صارت يعني أي حلوة. فتنطلب يعني أكثر من مرة. تنطلب نعم أكثر من مرة. فهذا الشيء يعني يزيدنا حافز إن هم نتدرب على وايد فنون. ترى الكل قام يغنيها مفتون، يعني كل شاب أو كل نجم يغنيها بطريقته يعني. طبعاً. حتى طبعاً. بالمدلي. طبعاً. المدلي قاموا يغنون. صح. حتى الأغاني القديمة. صح صح. هم الكل يعني له طريقة في بالغنى، فأنا ما أبي أقاطعك سوري، بس الفنون اللي تعلمناها يعني واتقناها عدل هي الفنون البحرية. الله. يعني للأمانة هذه شهادة هم يعني لازم يعني أوصلها حق الأعضاء والإدارة اللي موجودين بالفرقة، ما قصروا وقاعدين يعلموننا وما زالوا يعلموننا الفنون البحرية. يعني أنا أتكلم أنا ما أعرف الفنون البحرية، فتعلمتها بالفرقة فرقة التلفزيون. الله على فرقة التلفزيون وجمال فرقة التلفزيون يو. وكل الأعضاء اللي مشاركين فرقة التلفزيون صلى عليهم الصحة والعافية. آمين. وتحية لكم من القلب، يعني من أقدم الفرق والفرق أيوة العريقة، واللي تعلمنا منهم واللي يعني فعلا يعني يعطون جو في كل مكان. طبعًا. الله يحفظهم إن شاء الله. آمين. شو حتقدم لنا؟ نقدم لكم خبيتي خاتم يماني. خاتم يماني. خاتم يماني. يلا شو وراني؟
خبريني عن ضبي المهى هو شد ولا محلا يا نجوم السماء شد ولا محلة وامشي درب طويل خاتم الله يا حبيبي وامشي درب طويل خاتم الله وانا جاي من بعيد يا سادتي من بلدي وامشي درب طويل والخاتم احمر يا ماني وانا جاي من بعيد يا سادتي من بلدي وامشي درب بترك امي وابوي وابني عشش انا حالي ما درت ما درت ان المحبه تبكي بترك امي وابوي وابني عشش انا حالي بعد ما روحوا قلبي تشوق لهم يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا بترك امي وابوي وابني عشش على حالي ما دريت ان المحبه تبكي بترك امي وابوي وابني عشش على حالي انا وامشي درب درب طويل والخاتم احمر يماني
شو يعطيك العافية أخوي عبد الله. الله يعافيك ويحفظك. صراحة قاعد تقدم لنا فنون جميلة وصوت حلو. الله يسلمك. ما شاء الله بعد تسبيح. الله يحتاج. أي والله ما قصروا. كلهم ما قصروا. موسيقيين يعني النوفذة طبعًا. طبعًا. سمعت تقسيم القانون. طبعًا دكتور أيوب يعني. أنا انطرف. يعني شرف إن أنا أكون موجود مع الدكتور ومع الفنانين كلهم. لنا شرف. بعيد. شرف. طبعًا بعيد يعني. أشهر من نار على علم. الله 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 الله. أيوه. الله يعطيك العافية. الله يحفظك. وعبد الله والحبايب كلهم عسى الله يحفظكم إن شاء الله. عساكم على القوة. ودي أعرف منو أكثر الداعمين لك قبل الله ننهي وياك الفقرة الحلوة. طبعا أكبر الداعمين لي وأنا يعني يزيدني شرف إني أذكر اسمه اللي هو عمي مد الله. الله يحفظه. الله يحفظه إن شاء الله يوصل. عمي مد الله من أهم الداعمين لي. من بلشت بالمجال وأنا أسأله بوايد شغلات يعني ما قصر معي ولا يهمون كل الفنانين اللي أنا أعرفهم يعني بس عمي مد الله هو ما زال هو يعني الداعم الأساسي أكيد طبعاً الله يحفظك عمي بعجل إيه والله وإحنا بصراحة ما ودنا ننتهي معاك في الفقرة الحلوة وأيضاً باسمي وباسم أخوك الدكتور أيوب الله والنعم هم إحنا من الداعمين لك الأمانة أيوة والله ما قصرت غير إن وزارة الإعلام داعمين أيضاً للشباب طبعاً ما قصرتوا على يعني هذه الاستضافة وأنا يعني ممتن وشاكر لكم على هذه الاستضافة جداً هذا مكانك وبيتك وتلفزيونك ما قصرتوا شنو حاب تقدم حق الجمهور الطيب اللي قاعد يشوفك والله الجمهور كنا يبي قادري يلا يلا قادري نقول قادري قادري نقول قادري نادى المنادي
يعيشون يسلمون يسلمون. أسعد الله مساك الفنان الغالي فواز المنصور. نسيت مثله يا رب، شلونك؟ الحمد لله بخير، نورت بيتك ومكانك ويا المايسترو الناخذه دكتور ايوب خضر. ساعة المباركه، مسي عليكم وعلى دكتورنا العزيز الغالي المايسترو دكتور ايوب والفرقه الموسيقيه الربع كلهم والاخوان لقاعات والكادر كله والوزاره امنا الحبيبه. اي والله اي والله، واشتقنا لها عقب هالغيبه الطويله هذه. ان شاء الله ان شاء الله ما من غيبه وتنور بيتك ومكانك، واكيد راح تسعد الجمهور. امين ان شاء الله. غناك الحلو ان شاء الله يا رب. شنو الفن الشعبي اللي يحبه فواز المنصور؟ والله كل الفنون والله منى، يعني احنا ربينا على هالفنون من تاسيس الفرق الشعبيه وكذا، فكل الفنون نحبها. ما دام كل الفنون نحبها، ايش رايكم نسمع؟ يلا نسمع. ايش راح نسمع الحين؟ نقول سامري. يلا هل السامري استعدوا. يلا يا هلا باللي ذكرني ما نساني، طرش المكتوب زعلان علي. يا هلا باللي ذكرني ما نساني، طرش المكتوب زعلان علي. عساك على القوة أخوي فواز على هالأغنية الحلوة. يقويك ويعافيك.
عد أغنية حلوة ترحيبية للجمهور المشاهدين. الحمد لله طبعا يستاهلون كل خير إن شاء الله. الله يحفظك. كلمنا عن بداياتك الفن الشعبي. والله كانت في البدايات في الفرق الشعبية التأسيس نعم. يعني وتالي انتميت فرات التلفزيون نعم. وأيضا يعني تم التدريب والحفظ بصغر السن وكذا وشربنا من هالفنون. إيه الحين صغير ترى صابر مالك زين فترعرعنا على هذول الكبار علمونا وشربنا من هالفنون الحمد لله. طيب. لما وصلنا مرحلة يعني تشبعنا وعرفنا الفنون فيها. ومشاركتك أيضا مع فرقة التلفزيون في البيت الأبيض. أي في هذه المشاركة الحلوة. نعم أي هذه الله يذكره بالخير دكتور أبو الحسن كان وقتها وزير الإعلام في 2003 و 2004 نعم. فأخذ الفرقة وصار هناك في اجتماع في الأمم المتحدة وصارت خوش حفلة يعني وإحنا الفرقة الأولى في العالم اللي دشت هالمكان وأثرت المكان هذا بفنونها الشعبية وإضافة الله يذكره بالخير دكتور أحمد حمدان كان معانا تبع المجلس الوطني كانت مشاركة عفواً كلاسيكية وإحنا كفنون شعبية للفرقة دائما فرقة التلفزيون أو الكويت دائما سباقة بالضبط أي أيوة والله يعني كان إبداع يعني دائما مبدعين أمانة أيوة لما يشاركون في إحنا عندنا المحافل الدولية صحيح إحنا عندنا طاقات صراحة من كافة المجالات مبدعين. طيب أنت أسست في الفن الشعبي مع الفرق الشعبية نعم يعني اللي تعلمته من هالفرق خصوصا من فرقة التلفزيون نعم والله شوف الوقت تدريب يعني قبل الله يرحمه مرزوق المرزوق لما ندش بروفا ماكو تليفونات ذيك الايام ما كان واتساب ما واتساب كحي ما في واتساب اي لا احنا اي حتى بيجر ذيك الايام منى ما كان يعني ابو عزاز معروف عنه الله يرحمه عصبي اللي يدش منو يقدر يدخن ولا مطلع مصباح ذيك الايام مصباح وزقاره بس حدهم تبي تدخن تخلص ولك بريك معين وتحصب غصبا عليك مو طيب والله اي يعني تدريب والوقت هذا ما في اكيد يعني الله يرحمه خالد زايد وهيثم الله يطلع على نفس الطريقه واستاذ قنام بيجان ايضا وكل الستاف الصراحه الاداره يعني هم مؤسسين الفرقه وتعلمنا منهم اشياء كثيره الانتظام التدريب مخارج الحروف النطق الجاعده الموسيقيه للفنون الشعبيه كذلك فكل هذه الامور تشربناها وتعلمنا منها وان شاء الله وما زال قاعد نتعلم. طيب مشاركاتك مع ناخذه دكتور ايوب اوه هذا بعد هذا عين السيح حبيبي ما نقدر نقول له شيء كله بس وايد يعصب لا ما يعصب يحب الشغل لا واذا يعصب يحق له على شغله لازم يطلع عشان يطلع شغله صدق انا عن نفسي يعني فخوره في هذا الانسان يعني بمستوى التعليمي وايضا باللي وصل له صحيح مثل الدكتور ايوب وغيرهم ايضا نعم من الزملاء نعم كلهم ربعنا والله خير وبركه في معهد الفنون الموسيقيه صحيح انه موجود معنا في البرنامج صحيح لا شرف والله تشرف دكتور ايوب من الناس انا وايد شاركت معاه في اشياء يعني اذاعه تلفزيون ايضا مايسترو جميل ونفسيته حلوه والله يوفقه واتمنى له الافضل ان شاء الله. شو هتسمعنا اغنيه؟ يلا شو هتسمعنا؟ نقول خيالي ان شاء الله تنول على اعجابكم. يلا وياك يلا سلامه يا الله سلامة يلا سلامة يا الله سلامة والله وحكمني القدر يا الله سلامة يا الله سلامة درب الندامة درب الندامة درب الندامة سلامة يا الله سلامة
خدني الهوى قومي وهاتي غدي الصيد سهل لأهل الوشاتي ضريح ضريح خدني الهوى قومي وهاتي غدي الصيد سهل لأهل الوشاتي لو بشتكي من لشتكي لو بشتكي من لشتكي شخت من شكوتي غير الملام غير الملام الله السلام بس والبحاتي والهم فيني ربع نادم حياتي جريح جريح مالي وهس بس والبحاتي والهم فيني ربع نادم حياتي آه من الهوى يعني الهوى عفا منام عفا منام يلا سلاما 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 درب الندامة 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 عيشون عيشون يعطيك العافية يا الله السلامة أي والله ربي لك الحمد هل الفنون الشعبية باقية ببقاء جمهورها طبعا ودعمها يعني طبعا موجودة أكيد موجودة لها سمعتها ولها فنانينها مستمعينها موجودين طيب شلون الفنان يقيم تجربته بالحفلات من خلال طلبات الناس بس الاستماع يعني اليوم أنت غنيت بحفل ما ينطلب منك أغاني قاعد تقرأين ويوه الناس اللي قاعد تستمع مبسوطة في الغناء من الدعم لك؟ من أي ناحية؟ الدعم الفني لك؟ والله يعني هذا السؤال لا كذا يعني بالعكس الجواب اللي رايح الجواب يعني أنت تقصدين أنت شركات إنتاج أو أحد يعني الدعم لك فني يعني بشكل عام والله ما الأمانة إحنا دعمنا نفسنا صفلنا الموهبة صارت لهذا بس أما في أشخاص معينة لا هذا مو بس أنا منا أغلب فنانا يعني اجتهاد نفسي أكيد بالعكس إحنا ما ودنا ننتهي معك في الحلقة لأنك فنان جميل الله يحفظك ورائع وحساس حبيبتي نواسي بنفس الوقت يا جماعة يعطيك العافية وشرفت ونورت بين أهلك وحبايبك وربعك الله أيضا نأخذ الدكتور صحة والعافية دكتور صراحة الفرقة الموسيقية ما قصروا الكل قيادتك طبعا كلهم شاء الله نعم النعم والله شو راح تسمعنا؟ راح اسمعك أمين صوبة قلبي أمين يلا ربع يلا بسم الله يلا
قال من بيده جوابه في سناخل النحابة ليت محبوبي دربه صوبت قلبي يمينا شكرا.